جد سعيدة بالدخول مدرسي مع شوية الغلاء شوية زايد هذا العام، مي الحمد لله انا نحاولوا زعما نقتصدوا نشريو حوايج رخاص، نمشيو الحوايج اللي ناقصين في السومة شوية، زعما تاع الالوان زعما بينك زعما هادي بينك هادي كل واحد والذوق تاعو، صافي حنا نحاولوا نرضيهم وممتون نحاولوا نقتصدوا شويه كي تعرفي. المصاريف اللي واجب المصاريف هذه اللي اوبليجي دير حساب المصاريف في الميزانيه تاعك. دوك المصاريف اللي توجور دير لها حساب قبل، دير لها حساب في الدخول المدرسي، مي في اوت وفي قبل كسوة دير نسبة تاع لو بيجي تقلعه في المصاريف تاع المدرسة، هذا واجب دير توجور حسابات، ما دير لي فاكونس ودير الأعياد وكاع، خليك توجور دير بورسونتاج تاع المصاريف تاعك في الدخول المدرسي. فري سي فري سي فري كلي لي ديرني طون هادوما سي راهو يجي براتيكمون رمضان ومع بعد يجي العيد و tout de suite après تجي لا رونتري بيان سور واحد لازم يحسب لها ماشي هكذاك برك، مي الحمد لله مع لي زيكونومي تاع العام اي تو اون اي سي توشي تو لي كومبارتيمون سافوار رمضان جوزنا كيما لازم عيدنا و اون سي ميم بيرمي رحنا جوزنا دي فاكونس. شوف واش نقول لك بور ان سامبل سيتوان يعني هكذا يا اون فامي كيما انا ما نكذبش عليك نعيش القدرات نتاعي نصرف حتى 12 مليون في الشهر، عندي خمس دراري وامهم، يقول لك واش يلمهم؟ الحمد لله حنا نلموا بعضنا على كل حال انا والمراه نتعاونوا، مي المصروف يكون اونتر يعني 100 دينار حتى ل 12 حتى ل 120 ميل دينار يعني باش تعيش يعني متوسط. مي كيما نقولوا كاين اللي قل مني كاين اللي اكثر مني، كل واحد والمعيشه تاعه وان شاء الله نتقدروا عليها. انا هذا ما كان شوف كيما العام اللي فات والعام هذايا كاين بزاف زياده بارابور العام اللي فات، مي واش تحب لازم نشري لهم سي اوبليغاتوار، هو يقرا وانا نعاونو يا راحه. دونك راهي غاليه بالبزاف سورتو لي درني طون، انا سمعنا برك نسمع راهم زادوا الى اخره، ولكن الواحد قلت لك كما قلت لكم واحد يسي باش احنا ما راحش نشرو الحوايج اللي غاليين باسكو توجور كاين لي بري سافاري لي بري، ومن بعد ابري بالك الكبش الى اخره وما ولا رونتري سكولار فيها شويه مصروف بيان سور، مي الواحد يدير حساباته شويه يدير حساباته يقسم البيجي تاعو يقسمه باش ماشي البيجي تاعو هذاك سي ريبارتيه كونفينابلومون باش بيان سور باش ما يوقعش في ازمه بيان سور مع لا رونتري سكولار هذه فيها بزاف المصروف. كما يقول لك ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، صدر الانسان على حساب طاقته، نشروا اللي نقدروا عليه ومازال الحوايج تاع صدر ما جاتش غير في الادوات تاع المدرسه تاع مازال القش تاع البنت. شوف يا اختي الميزانيه اللي يحب يكسر راسه يبدا يحسب، غمض عينك وشري باسكو كما يقولوا الناس بكري انت مذبوح ولا مسلوخ، وخير كما تحب. هي تشري اختي تشري 1000 راك ولا ب 1500 سي لا ميم شوز، باسكو نشرو اون فوا ان شاء الله في العام نشريو لهم واش يكتب لهم ربي ان شاء الله، ان شاء الله يخرجوا ساجين ويقراوا هذا ماكان.